السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا، مشارق الأرض ومغاربها، أيتها المرأة أينما حللتي وارتحلتي إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير وبصحة جيدة، أنت وأهلك وأحبابك وكل من يمت إليك من قريب أو بعيد بصلة، إن شاء الله تكون في سعادة دائمة أبدية سرمدية إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بغيت نوريكم الطريقة ديال اللي كنهرس بها القرقاع، داك اللي سبق لي جنيتو معاكم، درت معاكم فيديو، دابا غنوريكم الطريقه ديال كيفاش غنحيد ليه داك القشره ديالو الصلبه، وكذلك كيفاش غنحتفظ به ان شاء الله مده طويله ان شاء الله تعالى. اختي ما تنساش ذكر الله متنساش الجميع، كل ما سبق لينا قلناه ما تنساش ذكر الله، ما تنساش تسبحينه وتوحدينه كلما رايتي جمال وابداع الابداعات ديالو سبحانه وتعالى، ابداعات رائعه بحال هاد المناظر ديال هاد الخريف اللي في هاد الشكل هذا. راه سبق لي شاركت معكم فيديو وبزاف الناس اللي عجبهم المنظر، الحمد لله اعجابكم وسعادتكم وفرحكم كيهمني بزاف. هاد القناه قناه ديالكم منكم وليكم، حسب الطلبات ديالكم حسب الرغبات ديالكم، نحاول انني ان شاء الله نكون ان شاء الله تعالى ان شاء الله يعيني باش انني نكون على قد المسؤوليه، ونكون انني ان شاء الله مفيده لكم، نبعث لكم السرور الفرح بعض الافكار الجميله، ذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. ان شاء الله غنبداو دابا على بركه الله. هذا هو القرقاع اللي كنت جنيته معكم، هو هذا درته شويه في هاد الصنيدقات وحطيته للشمس، واخا الشمس عندنا بطيئه وقليله، عندنا الشمس قليله ما حراش، المهم خليته على حساب ان هاد الجلفه ديالو تحيد، هاد اللي هنا راه كاين اللي تحيدت منه كاين اللي ما تحيدش منه. ودابا غندا ان شاء الله على بركه الله انني غنهرسو بهاد الماكينه العجيبه، ما تستغربوش ماكينه بحكم نقول الاسباب اللي خلات الزوج انه يديروا هذه الماكينه. سبق لي شاركت لكم معكم ماكينه بحالها تقريبا وهي صغر منها، دارت البندق، هذه شويه كبيره وشويه صحيحه اكثر، بحساب تهرس لنا هذا القرقاع. من قبل كنت كنهرسوا بهذا المقص ديالهم اللي معروف، مقص معروف عندهم هو اللي كيخدموا به، كيهرسوا به البندق وكيهرسوا به كذلك القرقاع. هانتوما شفتوا ها هي البلاصه الصغيره ديال البندق والبلاصه الكبيره ديال القرقاع باش كيهرسوه وكيستهلكوه. انا بحكم انني كنديرو في الحلويات، كنديرو في عده استعمالات، كنعمر به التمر، كندير به، يعني خصني ما كنبقى كل مره نهرس هذا، يعني بعدو بس كتكون ليله كامله، واحد من الليل الليل كنجلس طرق طرق طرق، لان بالنهار ما كنكونش في الدار وكاين بزاف الحركات وبزاف كيما ما كيكونش الوقت. ملي كنجلس في الليل كنتفرج كنبقى شافني الزوج بانني شحال الخدمه طويله وكل شيء، فكر انه يدير لي هاد الماكينه كتهرس. ها هي غادي يكون فيها شويه صداع، ولكن انا بغيت نوريكم الطريقه ديالها ان شاء الله تعالى، وغنكمل معكم ان شاء الله تعالى، ونتمنى من الله ان الفيديو يروحكم. المهم عندي هاد الماكينه، درتها لتحت على صندوق، غطيته بهاد القاعات الابيض، ها هو راه سبق لي ديجا هرست ودرت هنا، ها هو هرست. هذا راه بلدي، راه ما كيكونش مقسوم النص على النص، قليل اللي كتلقى شي وحده، يعني راه كيكون طريفات بالنسبه ليا حنايا، راه كناكلوه طريفات. وبالنسبه لسميتو ودوك اللي كبار كنحاول نخليهم انني نخلطهم مع الفاكهه، بحال كون جا عندك شي حد تحطي ليه يذوق حتى هو كذلك من المنتوج روكا. وفي حاله الى ودوك الصغيورين، دوك الصغيورين راه كنحاول نصوبهم سميتو في لي طارت، كنحاول المهم نصوب بهم شي حاجه ديال الحلويات او نعمر بهم التمر. المهم غندعو على بركه الله باذن الله تعالى. ما لقيتش كيفاش غنعلي الكام باش تشوفوا الطريقه، ولكن غنوريكم وانا شاده. كنهز وحده من ديال القرقاع، ها هي كنحاول نرميها هنايا الوسط بهذا، كنحاول انني ندور، ها هي تهرسات، ملي تهرسات ها هي نزلات من هنا،
انا غنوريكم واحد اخرى ان شاء الله. ما لقيتش وكاين انا بوحدي، لذلك ما لقيتش حد لانه غادي يشد ليا وغندير. ها هي شديت وحده كنخويها هنا، كنلوحها هنايا، تهرست كتنزل من هاد البلاصه. انا غنوريكم هاد النوبه ان شاء الله تعالى، البلاصه اللي كتنزل ليها. عرفتي ملي كتكون بوحدك كتكون شويه ها هي من هنا. غنحاول انني نتبع العمليه بحال هكاينا ان شاء الله تعالى. بهذه الطريقه باش نخدم بايد ونصور بايد شويه صعيبه. تصورت هو كذلك غنجيكم شويه ناقص، ولكن راه كنعتذر راني بوحدي. هاي نزلت من هنا، كنعتذر كذلك على الصداع. بسم الله وعلى بركه الله نبدا العمل ديالنا. اختي ما تنساش ذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما تنساش كذلك أدعية الصباح، ما تنساش كذلك الصلاة على حبيبك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم اللي شفيعنا يوم القيامة إن شاء الله، ونحن من أمته إن شاء الله تعالى. هذا راه سبق لي ذكرت بأن هذا الشهر راه شهر شهر ربيع الأول، يعني مولد النبي ديالنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك وفاة حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة. فلذلك فرحانين حقا بالميلاد ديالو، ولكن ما ننساوش بأن كذلك بأن توفاه الله بك في نفس اليوم بعد 60 سنة. كتبقى دير بالوحده بالوحده. دابا حيت ها هو هرسو كامل، ها هو بهذه الطريقه هرسو كامل، يعني كيبقى ليا ان بحال هكا داينا باش غنحيد هاد الطريفات بحال هكا، باش غنحيد باش غنحيدو. وطبيعي الحال غنرمي هاد القشره. الجوز احنا عارفين الفوائد اللي فيه، لا داعي لتكرارها. في فوائد جمة على رأسها بأنه سبحان الله العظيم الله خلقه على هاد الشكل. ها هو هاد الشكل كيعطينا الشكل ديال المخ ديال الإنسان، دماغ ديال الإنسان. ها هو وراه مفيد للدماغ. ها هو هاد الشكل ديالو، الفورمه ديالو، هاد الشكل ديالو. الدماغ راه مفيد للدماغ، راه مفيد جدا للدماغ. ها هو لذلك حنا كنستعملوه في عده استعمالات. ها هو شفتو في لحظه وجيزه ما كملش 5 دقائق هرس هاد الشكل كامل. كون كنت خدامه بهذا غنبقى معاه واحد الوقت اللي طويل طويل بزاف. هذا حقا غنستعملو، ولكن غنستعملو في هادو اللي ما تهرسوش ليا. هادو ها هي بقات صحيحه ما تهرساتش ليا، هي اللي غنحاول انني ندير لها بهذه الطريقه باش غنهرسها ونطرطقها. ها هي دابا كملات، لان كاين اللي كيتقسم على نص وكيبقى. ها هي تهرسات. اذا غنبقى ان شاء الله نكمل ان شاء الله تعالى هذا، ونتلاقاو باذن الله. نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ به. في شويه ديال التعب، لان بحكم هذا شويه قاصح كتكون كتنقي فيه وترد البال باش ما تضربش يديك. هذا بحكم انني ان شاء الله غادي غنخدم به. قلت لكم هذا الشكل اللي قلت لكم اللي سبق لي قلتها ليكم.
اللي كيديروا هنا الايطاليين كيديروا بحال هكذا بحال هكذا، كيحطوا عليه هذا المقيس من هنا وكيتحط في الطبله بحال هكذا محطوط في الطبله. الوقت اللي كدوز كدير المقص ديالك في هذا الشكل، كتبغي انك تاكل منه كدير لي بحال هكا هنا كتهرس وكتاخذ تاكلو بحال هكا. بسم الله. وكترمي القشور طريقه سهله. اول ما شفتها قلت علاش هادو كيقلبوا على تما، راه كل واحد يهرس. هي من ناحيه كتكون الاعتماد على النفس، ماشي انك تهرس بحال هكا قياس كثير ويجي الواحد كيلقاه موجود يعرم وياكل ياكل، ولا كترسي منه راه مضر. يعني الشيء اذا زاد عن حده انقلب اللي يدير به راه مضر. هما كيديروا بحال هكا لان عندهم الحلاوه ديك تهراس ديال القرقعه، وتاخذي تاكلي منها هذوك اللي فيهم كتكون بنه وحلاوه ولذه، وكذلك ما كيكونش هز بهذه الطريقه. وكل باش ما يكونش فيه مضره، كياكلوا 3-4 حتى 5-7 في النهار، يعني ملي كيدير الوقت اللي كيدوز عليه. المهم هذا دائما محطوط في الطابله بهذا الشكل، دائما هذا في الطابله محطوط بهذا الشكل. هذا واحد اخر ديال البندق كيكونوا حاطينه كيديروا هذه هي الطبيعه ديالهم، هذا هو الشكل ديالهم. غنوريكم ان شاء الله الطريقه اللي غنحتفظ بها. ها هو اختي عدنا من جديد بعد ما نقيته. الجوز، عين الجمل، القرقاع، نوتشولي، نوتشي لو نوا، ها هو درته في هاد اللاطة بإذن الله. وغادي هاد اللاطة إن شاء الله غناخد ها هو شعلت الفران على 100 درجة، على 180 درجة تيسخن، وغنرجعو على 100 درجة إن شاء الله. وغندخل فيه هذا إن شاء الله تعالى باش يشرب لينا الرطوبة كاملة دي كاينة إن شاء الله. وغنوريكم الطريقة اللي احتفظت بها، هي الطريقة اللي لقيتها في سميتو كي ماشي شتهم هنا كيديروها، وإنما قلبت في سميتو في الوصفات ولقيت هاد الطريقة اللي كيديرو. كيدخلوه وكيبقى تقريبا 5 دقائق حتى 7 دقائق وكيخرجوه. ملي كيبرد حنا نتلاقاو ان شاء الله. ها هو دخلتو الفران ان شاء الله 5-7 دقائق ايوا ان شاء الله نخرجو. ها هو خرجتو من الفران بعد ما دخلت لي 7 دقائق، الفران كان سخون على 100 درجة. ها هو بحال حي داك ليميديتي ديالو بحال هكا. دابا غنديرو ان شاء الله في قنينه، كنخدم بيدي، راني حطيت زعما هادي باش غنهز بيها، ولكن انا متعوده كنخدم بيدي. انا كيف كنخدم عادي في الدار راني كنخدم كذلك، ملي كنكون كنسجل كنكون معاكم يعني مسائل عندي عاديه. نحاول نهزها من الفوق طبيعة الحال. دوك اللي باقين شويه صاينين كبار راه غنحطهم مع شويه الفاكهه، ونحطهم مع ودوك الصغيورين غنصوبيهم ان شاء الله، اللي مقطعين اللي مهرسين صغيورين غنصوبيهم ان شاء الله الحلوه باذن الله. شوف يكتب الله اش من حلوه غنصوبو بحال هكا. غنديرو ديال الدجاج، وممكن نحتفظ بهم في مكان في البلاكار لتحت يكون بارد، ولا ممكن تدخليهم الثلاجة تخليهم. بحال هكا هذه الطريقة ديالي ديال الاحتفاظ باش كيدوموا ليا مدة طويلة. ها هو كمل هذا اللي غنحتفظ بيه، غنخليه ان شاء الله نديرو مع شويه ديال البندق وشويه ديال التميرات وشويه ديال الويزات بحال هكا. هنا
وهذا اللي بقى لي محتحت هو اللي ان شاء الله غنحاول نصوب به. شوف اش غادي يقسم الله اش غنصوب به، واش طرطه ولا ما عرفت، باقا ما قررت اش غنصوب به ان شاء الله. ها هو نتمنى من الله ان الفكره تروقكم. راه كيف قلت لكم راه بري، راه قرقاع ديال سميتو بيو، ما فيه لا دواء لا والو، طبيعي في امطار الرحمه. نتمنى من الله ان شاء الله ان ينال اعجابكم هذا الفيديو وتستافدوا منه، ويكون صدقه جاريه ان شاء الله لينا كاملين. خليتكم على خير، سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.